تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذب عذابا أليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 51 في المصحف الكريم وفيه سنختتم سورة محمد المدنية ونشرع في سورة الفتح المدنية أيضا والآن فلنشرع في بداية الربع لا تزال التوجيهات الإلهية تترى على المسلمين الأول بما يهديهم ويسدد خطواتهم ويقيم دعائم دولتهم على أساس متين من الحق المبين ففي هذا الربع يتجه الخطاب الإلهي إلى المؤمنين في المدينة المنورة بأحب وصف إليهم وأعز شعار عليهم وهو وصف الإيمان بالدين الحنيف وشعاره المنيف يا أيها الذين آمنوا
ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى أمره لهم بطاعة الله وطاعة رسوله طاعة كاملة مطلقة لا تردد فيها ولا التواء، وذلك حذرا من إبطال أعمالهم وإحباط مساعيهم إذا لم يبادروا إلى الامتثال أو ظهرت منهم بوادر الإهمال. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم يتحدث كتاب الله عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بما يضعونه في طريق المؤمنين من العراقيل وما يدبرونه من المؤامرات والدسائس لعرقلة الدعوة الإسلامية حتى لا تتمكن من تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها، وينذر هؤلاء الأعداء الألداء بأنهم إذا واصلوا نفس الخطة إزاء الإسلام ولم يتراجعوا عنها إلى أن أدركهم الموت فإنه لا سبيل إلى غفران ذنوبهم ولا إلى نجاتهم من العذاب الأليم الذي ينتظرهم عند الله. وذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ثم اتجه خطاب الله بعد ذلك مرة أخرى إلى المؤمنين جميعا ناهيا لهم عن الرضا بالوهن والفشل والتخاذل وعن الميل إلى موادعة الأعداء ومسالمتهم إن كانت تلك الموادعة والمسالمة لا خير فيها للإسلام ولا نفع من ورائها للمسلمين. وذلك قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: إن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يحتاج فيه إليه، وإذا كان يفيد فائدة. ووضح كتاب الله السر في نهي المسلمين عن التخاذل والفشل وعن الصلح إذا لم تكن فيه فائدة محققة للإسلام، فقال تعالى: وأنتم الأعلون والله معكم، إشارة إلى أن الدعوة الإسلامية التي يدافع المسلمون عن حريتها ويجاهدون في سبيل استقرارها واستمرارها دعوة سامية يجب أن يكتب لها البقاء، لأنها أجل قدرا وأعظم مقاما وأجدى نفعا للبشرية جمعاء من دعوة الشرك والجاهلية التي هي دعوة سافلة منحطة يجب القضاء عليها إلى الأبد. وأنتم الأعلون. يضاف إلى ذلك أن الدعوة الإسلامية هي في صميمها دعوة إلهية نابعة من السماء تسدد خطواتها إرادة الله النافذة وحكمته البالغة، فمن نصرها وحمل لواءها كان الله معه في حركاته وفي سكناته، والله معكم. ومن كان الله معه لم يقف في وجهه شيء، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولن يتركم أعمالكم، أي لن يقطع عنكم جزاء أعمالكم، بل إنه سيمنحكم الجزاء الأوفى. وانتقلت الآيات الكريمة إلى التهوين من شأن المصالح المادية والمنافع الشخصية التي قد تعوق المسلم عن الفداء والتضحية في سبيل عقيدته السامية، فقال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، إشارة إلى أن خير زاد يتزوده المسلم من هذه الدار لتلك الدار هو ما يملأ به قلبه من الإيمان وما يشغل به جوارحه
من الأعمال الصالحة المزدوجة النفع دنيا وأخرى، فذلك هو الزاد الذي يدوم ويبقى. أما ما عداه من الشهوات والملذات والأغراض البشرية الصرفة التي يصرف فيها الناس حياتهم، فمآلها كلها إلى الانصراف والزوال، وهي تنتهي بانتهاء وقتها في الحال. واتجه كتاب الله إلى مخاطبة المسلمين في موضوع حساس بالنسبة لحياتهم المادية، ألا وهو موضوع البذل في سبيل الله والإنفاق على الدعوة الإسلامية وعلى الجهاد الإسلامي المشروع لحماية هذه الدعوة وضمان وجودها، منبها إلى أن الحق سبحانه وتعالى لم يأمر المسلمين بإنفاق كل ما يملكونه في هذا السبيل، لأنه لو أمرهم بإنفاق كل ما يملكون لشق عليهم هذا التكليف ولضاقوا به ذرعا، إذ يكون فيه نوع من الحرج والإحراج. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ومبدأ الإسلام الأساسي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقاعدته الأصلية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن المطلوب من المسلمين هو أن لا يتخلفوا عن واجباتهم الأساسية، وأن يبذلوا من أموالهم في سبيل تحقيقها والوفاء بها ما هو ضروري لذلك في حدود المستطاع. وامتثال المسلمين لهذا الأمر الإلهي إنما يعود عليهم قبل غيرهم بالصلاح والرشاد، ويضمن لهم القوة والهيبة بين العباد. فإذا بخلوا بأموالهم وتخلوا عن واجباتهم جنوا ثمرة بخلهم ضعفا في أنفسهم وهوانا على الله وعلى الناس. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال ابن كثير: وصف الله بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم، وهذا أمر واضح ما داموا فقراء إلى رزقه في الدنيا وإلى أجره في الآخرة. وختمت سورة محمد عليه السلام أو سورة القتال كما تسمى أيضا بخاتمة تعتبر إنذارا أو شبه إنذار مما كان له وقع عظيم عند المسلمين الأول، ذلك أنها أعلنت في حزم وصراحة أن الدعوة الإسلامية التي وكلها الله إلى رسوله والمؤمنين إنما هي أمانة مودعة بين أيديهم شرفهم الله بها وميزهم على بقية الناس، فإن وفوا بها وقاموا بحقها وضحوا في سبيلها كانوا أهلا لها ومضوا في حمل أمانتها إلى يوم الدين، وإن تخلوا عنها أو أهملوا شأنها أو بخلوا في سبيلها ببذل النفس والنفيس نزع الله أمرها من بين أيديهم واستبدل بهم غيرهم، وجعل هذا الغير أفضل منهم في القيام بحقها والوفاء لها والتفاني في سبيلها. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في خطابه للمؤمنين بكل إيجاز وإعجاز: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم
ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن هنا ننتقل إلى سورة الفتح المدنية أيضا، وهذه السورة نزلت في السنة السادسة من الهجرة عقب صلح الحديبية الشهير، والفتح الذي تشير إليه هو صلح الحديبية نفسه باعتبار ما كان فيه من المصلحة وما آل إليه أمره، لا فتح مكة كما يتبادر إلى بعض الأذهان. قال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وقال جابر: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري بسنده عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. ومما يناسب في هذا المقام أن نوضح في أي وقت كانت عمرة الحديبية، فقد مضت 6 أعوام منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمشركون يمنعونه ويمنعون المؤمنين من دخول مكة ولو في الأشهر الحرم، حتى كان العام 6 للهجرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة بيت الله الحرام رفقة 1400 من المسلمين، وكان ذلك في شهر ذي القعدة الحرام، وخرج عليه السلام معتمرا لا يريد حربا، بل ساق معه الهدي إيذانا للمشركين بأنه غير عازم على حربهم ولا ناوي لفتح مكة، لكن قريشا وسوس إليهم الشيطان وظنوه أنه قادم للقتال وللفتح، فلبسوا جلود النمور وخرجوا لملاقاته، وتعاهدوا فيما بينهم على أن لا يدخل مكة أبدا. ثم تبودلت الرسل بين الفريقين، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وكان سهيل بن عمرو رسول قريش إلى رسول الله، وانتهى الأمر بكتابة صلح الحديبية الشهير الذي كان من جملة ما تضمنه أن يعود الرسول إلى المدينة عامه ذاك، ثم يأتي إلى مكة من العام القابل. وقد كان علي رضي الله عنه هو كاتب الصحيفة المتضمنة لشروط الصلح، وعند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهو في طريقه إلى المدينة نزلت عليه سورة الفتح المدنية التي نحن بصدد تفسيرها الآن. وبمناسبة نزولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي والنسائي من عدة طرق عن مالك بن أنس: نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد كان هذا الخطاب الإلهي الكريم بشرى مضاعفة زفها الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله، وعرفه فيها بما ادخره له في الدنيا وما ادخره له في الآخرة، وذلك بالإضافة إلى ما تضمنه هذا الخطاب الكريم من تصديق ضمني لمعاهدة الصلح التي عقدها رسول الله مع قريش، ومن إعلان الله لرضاه عن الأهداف السامية الموفقة التي رمت إليها تلك الخطة النبوية الحكيمة. وقوله تعالى: ليغفر لك الله،
ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتضمن إحدى الخصائص التي يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيها غيره من الناس. قال ابن كثير: وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غفر للغير ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا شريف عظيم خاص برسول الله، هذا وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وانتقلت الآيات إلى الحديث عن السكينة التي أنزلها الله في قلوب المؤمنين، وما ينتظرهم من الجزاء الحسن عند الله، وما ينتظر المنافقين والمشركين من العذاب الأليم. وبينت الآيات أن مبايعة المؤمنين لرسول الله تحت الشجرة في بيعة الرضوان بالحديبية إنما هي في الحقيقة مبايعة لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولم يهمل كتاب الله الحديث عن موقف المنافقين من الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله، ولا عن الأعذار التي ينتظر أن ينتحلوها ليبرروا بها تخلفهم عنه. ويفضح كتاب الله نواياهم الحقيقية ومخاوفهم الوهمية: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ويحدد كتاب الله الموقف الواجب اتخاذه من هؤلاء الأعراب فيما يستقبل من معارك الجهاد الإسلامي، كما يتنبأ كتاب الله بما سيمتحن به أولئك الأعراب في مستقبل الأيام. قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ويعرج كتاب الله في نهاية هذا الربع على الأعذار المقبولة شرعا للتخلف عن الجهاد وإعفاء المسلم من واجباته العسكرية. وفي هذه الأعذار ما هو عذر لازم ودائم كالعمى والعرج المستمر، وما هو عذر عارض وموقت كالمرض الذي يطرأ ثم يزول، إذ يعتبر المريض إلى أن يبرأ من مرضه ملحقا بذوي الأعذار اللازمة. وذلك قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثم تختم آيات هذا الربع بنفس المبدأ الذي كان فاتحة لها، ألا وهو مبدأ الطاعة لله والطاعة لرسوله، وما يناله المطيع من الجزاء بالحسنى، وما يناله العاصي من العذاب الأليم. وذلك قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما.